أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني مع فقرة جميلة، فقرة المواهب. ولازم نشجع أولادنا اللي عنده موهبة في الغناء، في الشعر، في الخطابة، حتى في الألعاب اللي أنا بعتبرها الألعاب الفنية، عشان خاطر ما حدش يفكر إنها ألعاب معمولة من هدف كذا. لا، يعني خفة اليد والحاجات دي فيها فن، فيها متعة. فده اللي احنا هنشوفه مع ضيوفي الكرام، الأستاذ أحمد شريف شاكر، اهلا وسهلا بحضرتك. شرفتني ونورتني. حضرتك الأستاذ شاكر شريف شاكر، اهلا شرفتني ونورتني. بحضرتك. طيب، خلونا نبدأ الأول بحاجة كده جميلة للأستاذ أحمد. احمد، تسمعنا إيه؟ رسول الله اجرنا. الله الله، يا السلام. رسول الله أجرني، تفضل. يا رسول الله اجرنا، يا رسول الله اجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله، وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي، وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي، ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله، ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي، ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي، ويغني عما قريبي أنا ضيف رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا رسول الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. الله الله، حقيقة يعني أنت ربنا ممتاز يخليك. ممتاز ممتاز والله، حقيقة صوت جميل وكمان الكلمات معبرة. طبعا طبعا جميلة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خير ما أشرقت عليه الشمس. سيدي يا رسول الله، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فمثلك لم ترى قط عيني، ودونك لم تلد النساء. طيب نخش بقى على الأستاذ شاكر ويعرفنا بقى إيه الحاجات الفنية اللي عنده، المواهب اللي عنده الفنية. أنا نشوف الأول، أنا نتكلم الأول، أنا بشجع نشوف الاثنين. الأول. لا، لازم الأول نتكلم عن الموهبة اللي عندك عشان بعد كده يعني هنطبقها. تمام. نظري وهنطبق عملي. هو فن اسمه فن الخداع، وفي بتخش في خفة اليد. تمام تمام، بتدخل في هذا الفن. ما احنا عاوزين نصارح الناس، يعني بنوريكم اللي احنا بنعمله، ولكن في صراحة انه فن، ولكن في خفة يد. جزء كبير طبعا خفة يد. تمام تمام، بس احنا ممكن نبدأ مع حضرتك. تمام، بعدين تمام. شوف حضرتك اي كابت حضرتك عايزه ممكن تقول على ستوب او تلمس. طب انا عاوزك تفلطهم كده عشان خاطر ما يقولوش ده انا يعني مساهم معاك في العملية دي. ما انا مش عاوز كده برضك. اهم حاجة الصراحة. المس اي كابت حضرتك عايزه، خده اي كابت. ماشي يا سيدي، خدت مثلا الكارت ده. تمام، ممكن تشوفه عادي مفيش اي مشكله. خلاص ماشي. عايز حضرتك توقع عليه من قدام بخط كبير جدا، يعني على الكابت كله. تمام حاضر. تمام، امضي حضرتك تمام. من قدام؟ لا، من قدام. مش من هنا يعني. تمام حاضر بالظبط. تمام تمام، انت توقعت كده من قدام؟ لا عادي، هو شوفه مفيش اي مشكله. تمام. انا اخد كارت حضرتك ده 5000 احمر او 5 هافد. تمام مظبوط. تمام، ممكن بص يعني ده كارت حضرتك اهو. تمام، 5 هافد وعلى امضه حضرتك. تمام تمام، انا هاخد الكارت كده اتنين كمان تانيه، اتنين كمان يعني على قد ما اقدر. تمام، بس مطلوب من حضرتك بس تحطه تحت سنانك. تمام، معلش بين سنانك كده. لا احنا ممكن نخلي اللي يعمل العمليه دي بقى احمد. طيب ايوه، اتفضل يا احمد. اعمل ايه؟ وانا كمان هاخد كابت مثلا واحد ده، ممكن القلم وامضي مثلا امضتي شاكر مثلا. تمام، واقعد ندي اطبقه كده كمان مره، كمان مره. تمام، حركي كده بالظبط. ده ايه؟ امضتي شاكر. تمام، ده امضه دكتور محمود. بالظبط.
شمال. بص بص في عيني جامد. انا هعمل اي كونتاكت دلوقتي. بص بص اعمل كده بالظبط. بص افتح هنا ايه شاكب على الواحد. تمام. بص ده كابت دكتور محمود جه عندي، وكابت كابتي انا جه عندك محطوط عليه امضتي صح؟ وفي للدكتور. وريني كده وريني. ده اتفضل اتفضل امضيت عليه. دي حاجه جديده خالص. انت حضرتك امضيت عليه هو من قدام تقريبا، بس امضيت مسحت شويه. دي امضيت حضرتك وامضيت هو. الله الله الله. ممكن نشوف حاجه كمان؟ اكيد نشوف. احنا مش ورانا حاجه، جايين علشان نشوف. احنا جايين عشان نخلي المشاهد يستمتع بالفقره. ممكن حضرتك تختار رقم من 5 ل 10 وقول لي عليه. اني نمبر من 5 ل 10. خلينا رقم 3. لا من 5 ل 10 يعني، من فوق ال 5 لحد 10. طيب يعني ما نزلش من تحت يعني. ما نزلش فوق ال 5 مثلا متوسط. طيب خلينا مثلا 7. 7 تمام. بص حضرتك 1 2 3 4 5 6 7 7 تمام. وخلي الثامن هنا تمام موجود تمام معانا. انا عندي ظرف خلينا مقفول طول الوقت تمام. اعرفك بالاول من شاكب الى دكتور محمود تمام. تمام في فايل خليه مقفول ممكن يكون قدام حضرتك تمام. بس ومع الموبايل تمام. انا افتح لو الكاميرا معايا دلوقتي تمام. ممكن تقول لحضرتك السنه اللي اتولدت فيها؟ انا السنه نفسها 2005. 2005. ممكن تقول حضرتك مقاس جزمه حضرتك مثلا او اي رقم اني نمبر عامه يعني مش شرط تمام. طب وليكن نختار اي رقم عادي. رقم من 1 ل 10 قول لي عليه مثلا. خلينا في 3. 3 تمام. رقم من 1 ل 100 قول لي عليه. 50 مثلا. 50. رقم من 1 ل 1000 لو كده بكتبه تمام. لو الكاميرا معايا تمام. رقم من 1 ل 1000. 900. 900 تمام. رقم من 1 لمليون. انا 100,000 100,000. يعني 1 و4 أصفار صح؟ 4 تمام. لا لو 100,000 يبقى 1 و5 أصفار. و5 أصفار 8 و1 تمام. اي رقم مكون من 3 ارقام معلش اخر حاجه. اني نمبر مكون من 3 ارقام. رقم مكون من 3 ارقام. 256 321 اي رقم. 330 ماشي. 330. اي رقم مكون من 4 ارقام يبدو بسرعه. 1500 مثلا. 1500 تمام. انا ادوس دلوقتي يساوي واخلي الناتج مع حضرتك كده تمام. بالظبط خليه مع حضرتك تمام. تمام. ممكن حضرتك تقول اول رقم عند حضرتك كام؟ قول اول رقم ظاهر عندك كام في يساوي. الشمال ولا من اليمين؟ من الشمال. 2. 2 بص كده اول رقم عندي هنا هو 2 تمام. قول الكاميرا. طيب الرقم مع حضرتك دلوقتي حد يعرفه ولا ما حدش يعرفه؟ عاوزين نرفع للكاميرا عشان خاطر الكاميرا اللي عندك. معايا كاميرا تمام. دول 8 كروت. حد يعرف الرقم مع حضرتك غير حضرتك؟ دي ارقام عشوائيه اخترناها بمزاجنا كلنا اكيد صح؟ الرقم مع حضرتك هو 2 مليار 600 مليون 67,000 87 مظبوط؟ لا مش مظبوط. 2 مليار تمام. بص معايا حضرتك مفاجأة احسن من كده. بص طيب. 600 مليون 2.6 انا ما عنديش اصفار في الكوتشينه فجبت جوكر دي يعني. زيرو تمام. زيرو تمام. 600 مليون تمام. 8 كده انت قلت 87 تمام كده تمام. 67 مظبوط تمام. فكره يا جماعه انا عاوزين بس الكاميرا تجيب الحاجه دي لحسن فعلا يعني. دي حاجه عجيبه يعني انه يجيب الحاجات دي سبع والارقام كمان. ممكن موبايل حضرتك؟ موبايلي مقفول. افتحه بعد اذنك معلش. افتح الاله الحاسبه. بص معايا هناخده منها كوبي. 1 2 افتح موبايلي. افتحه 3. افتح الاله الحاسبه عند حضرتك. حاضر. افتحها وقبل الكاميرا على طول ماشي. تمام. افتحها عندك انت يا احمد. بس الموبايل اتفضل ثانيه يعني هزمه موبايل تمام. ايه هتلاقي الرقم مكتوب بالظبط 2 مليار 600 مليون 8 7 6 7. ده عندنا كمان عندك وعند احمد بالظبط. انا اخدت كوبي تمام. طب نقول لكم ايه في الموضوع؟ عارف الاحلى من كده ايه يا دكتور؟ الموضوع ده يعني عارف الاحلى من كده ايه؟
ان انا اخدت الرقم ده ممكن تقولوا لي، ممكن تقولوا لي تاني؟ 2 مليون مليون 2 مليار 2 عامة 600 مليون ثواني 2 6 0 0 تمام تمام 8 7 تمام 6 7 6 7 رقم حضرتك زيرو كام؟ تبع شركة ايه؟ اورانج الاتصالات ولا فودافون؟ لا فودافون. زيرو 10 لو حطيت قبل زيرو 10 تمام واتصلت هيطلع رقم حضرتك دلوقتي. مش ده رقم حضرتك؟ الارقام دي هي نفس رقم حضرتك مع زيرو 10. هقول لك ايه بس هقول لك تمام إيه. الاحسن من كده يا دكتور ان انا فتحت الفايل ده تمام. والله يا جماعه والله يا جماعه انا ماليه دخلي في اي حاجه اتعملت، بس انا عمري ما هنافي او هغش او هكون عامل معاه استحاله خالص يعني. وريني الكاميرا. طيب ممكن حضرتك تفتح الفايل الظرف ده عامه تلاقي جواه بقى سيبها دي حضرتك تمام. ممكن اقفله بقى. هتلاقي ورقة ممكن تفتح الورقة هتلاقي مكتوب جواه 2 مليار بالعربي وبالانجلش 600 مليون 87,000. يعني انا لو قلت مثلا ان اخوه مشارك معاه، طب انا قلت ارقام كمان يعني انا قلت ارقام مش يعني اقول ايه بس ارقام عشوائية حضرتك الارقام. لا هقول لك على حاجة لا حقيقة يعني الحاجة دي جديدة بالنسبة لي بس والله ممتعة. هو كل ده خفة يد او فن اسمه فن الخداع. عاوزين بقى نعرف المشاهد الحاجات دي اتعملت ازاي. يعني خفة يد عرفه برضك يعني يعني ايه نعرفه تمام بس هنعرفه امتى عشان برضك ينتظرونا لما نسمع بقى من احمد مقطوعة تاني كده علشان خاطر يسعدنا ويسعد السادة المشاهدين. اسمع حضرتك اغنية كوبليه من اغنية على بلد المحبوبة الجن للسيدة ام كلثوم. الله ماشي جميل. على بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني يا مسافر على بحر النيل انا ليا في مصر خليل ومن حبه ما بنام الليل على بلد المحبوب وديني وعلى بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني يا حبيبي ده انا قلبي معاك طول ليلي سهران وياك تتمنى عيني رؤياك اشكي لك وانت تواسيني على بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني. الله جميل قوي 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 فعلا انتوا اسعدتونا واكيد انا عارف ان الساده المشاهدين كمان سعداء بذلك. في نهايه الحلقه بتاعتنا سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده وملف جديد واحلام وامنيات سعيده مع برنامج كلام سليم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.